أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، البداية من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني التي جاءت بعنوان انتخابات مجالس المحافظات باب مشرع للفساد ومقاطعة شعبية واسعة. تقول الصحيفة مجالس المحافظات هي مسار الخدمات وإدارة الحكومات المحلية، تعتمدها الدول وفق صيغ متعددة كلها تدفع باتجاه تعزيز دور المشاركة في إدارة شؤون المواطنين بحسب الظروف الملائمة وخصائص المجتمع المتنوعة التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، مما يقلص صلاحيات المركز عليها ويفسح المجال للحكومات الرئيسة من إدارة الدولة والنهوض بمؤسساتها. ولعل المتابع لكل دول العالم يرى أنها تجري انتخاباتها بطريقة سلسة ومن دون تعقيدات أو صراعات سياسية، إلا في العراق فإن انتخابات مجالس المحافظات أصبحت معركة حامية الوطيس، ولا سيما بعد إلغائها بسبب تظاهرات تشرين التي أجبرت السلطات الحكومية على حلها، لأنها كانت بابا واسعا للفساد وهدر للمال وحلقة زائدة. الفساد الذي رافق مجالس المحافظات أزكم أنوف العراقيين، فهم يرفعون أسعار المشاريع حتى تعود لهم، لأن أغلب الشركات هم شركاء أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين في حالة تنفيذها، وإلا فإن المشاريع الوهمية التي تنفذ على الورق هي السائدة. لذلك ما يشهده العراق من تراجع خطير بسبب هؤلاء الفاسدين وسرقاتهم بالتعاون مع أحزابهم المسيطرة على المشهد السياسي والأمني عبر ميليشياتهم. ولذلك أعاد الإطار التنسيقي مجالس المحافظات وأقر قانون سانت ليغو حتى يتم الاستيلاء على مجالس المحافظات وإنهاء أي دور للأحزاب الناشئة والمستقلين، مما يؤكد أن هذه الانتخابات لن يشارك فيها الشعب العراقي بنسبة كبيرة جداً. فهم اعترفوا بأن الانتخابات الأخيرة بمشاركة التيار الصدري بلغت 19%، فكم ستبلغ بعد مقاطعتهم لها، مع إدراك الشعب العراقي أن من يشارك بانتخابات تلك الأحزاب وشخصياتهم المتناثرة مساهم في مساعدتهم بتدمير العراق. وهذا الوعي سيجعل المقاطعة واسعة وكبيرة جدا، بدليل أن التجمعات السياسية التي نشاهدها في العراق يحضرها أغلبهم ممن لم يحدث بطاقته الانتخابية ولا يحق له الانتخاب، يرافقها إجبار الموظفين وفي مقدمتهم أصحاب العقود الذين يهددهم مدراء الدوائر بالفصل إذا لم يحضروا التجمع الانتخابي. حول تقويم الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات، كتب صادق الأزرقي: يلاحظ من أمر الدعاية الانتخابية مع اقتراب موعد الاقتراع على افتراض تحققه، يلاحظ قيام مرشحين بتأدية أعمال خدمية من قبيل فرش الصبيس ومد بعض المجاري وبخاصة لأطراف بغداد، وهذا يعني برأي كثير من السكان أن أعمال الخدمات ستتوقف بعد انتهاء الانتخابات أو تأجيلها. وفي الحقيقة فإن تلك الأعمال يجب أن تتكفل بها الجهات التنفيذية ممثلة بالحكومة ودوائرها كي تتواصل، وليس مجلس النواب كجهة رقابية، ما يطرح التساؤل عن دور السلطة التنفيذية في هذا الجانب. لقد ادعى ممثلو بعض الائتلافات الحاكمة بمناظراتهم التلفزيونية والإعلامية بأن كتلهم ستكتسح نتائج الاقتراع وأنها ستحقق الأولوية، وفي الحقيقة إن هذا ادعاء لا معنى له، إذ إن قوى سياسية كبيرة تقاطع الانتخابات، كما أن الشعب معروف موقفه مسبقاً. ولقد سبق أن قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة في عام 2021 بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن يقاطعها ربما بنسبة أكبر أيضاً في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وبالنتيجة فإن نتائجها مهما كانت لن تمنح الفائزين فيها شرعية حقيقية. وبرأي محللين سياسيين فإن سير الأمور يجعل السباق الانتخابي بين القوى السياسية الحاكمة لوحدها مع تنامي الشعور باللا جدوى منها، وأنها لن تسفر عن أي تغيير على مستوى الخدمات المقدمة أو إبعاد الأحزاب الكبيرة عن التصرف بالموارد الحكومية على حد قوله. يتساءل الكاتب إياد الدليمي: هل تفجر غزة ربيعا عربيا ثانيا؟ تشتعل نفوس في العالم العربي العاجز عن فعل أي شيء لغزة وأهلها المحاصرين بين نيران القتلى الوحشية الإسرائيلية التي تفتك بهم ليلا نهارا، ولم تترك بقعة من وجه هذا العالم إلا ووصلت إليه دماء الأطفال والنساء والشيوخ، الأمر الذي استدعى أن تتحول غزة وفلسطين من خلفها إلى أكثر الكلمات ترديدا في هذا العالم الذي لم يجد بدا من التظاهر معها منتصرا لإنسانيته التي طالما تلاعبت بها دعايات إسرائيلية وغربية طوال 7 عقود من عمر هذا الصراع. ويقول الكاتب: وجد المواطن العربي نفسه حبيس بيته، لا يقوى حتى على التحرك والتظاهر، بل الأكثر من ذلك لم تجد أنظمة عربية من سبيل إلا تشديد الرقابة والتضييق على هذا المواطن. فعواصم عربية كبيرة كانت لها بصمة واضحة في مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي لم يسمح لها بالتظاهر على الأقل أسوة بعواصم غربية دأبت على أن تتظاهر في عطلة نهاية الأسبوع نصرة لغزة وفلسطين. إزاء هذا الموقف المتخاذل والصمت المعيب والانتهازية التي تمارسها بعض الأنظمة العربية لتصفية حساباتها مع هذا الطرف أو ذاك على أشلاء الشعب الفلسطيني، ذلك كله يمكن أن يفجر ربيعاً عربياً ثانياً قد يكون مختلفاً، والخشية ألا يكون سلمياً على غير ما كانت موجة الثورة العربية الأولى. على النظام العربي أن يتنبه إلى تلك المخاطر وأن يبدأ من فوره في إعادة لملمة نفسه والإسراع في وقف هذه الحرب المجنونة وإيقاف مسار التهجير الذي تسعى له حكومة نتنياهو بأي ثمن، فلديه الكثير مما يمكن أن يلاعب به الغرب ومصالحه، وهو قادر إن أراد، وعليه أيضاً أن يتخلى عن عدائه المعلن والخفي لحركة حماس وأن يعيد ترتيب بيته الداخلي من خلال مقاربة جديدة تشكل مظلة للشعب الفلسطيني وتحمي وجوده على أرضه. فطوفان الأقصى وفرت لأول مرة ورقة مهمة لدى النظام العربي إن أحسن استغلالها. فلأول مرة تسعى أنظمة الغرب وفي مقدمتها أمريكا إلى تفعيل حل الدولتين. إلى صحيفة الأيام الفلسطينية ونقرأ فيها مقالا للكاتب عبد المجيد السويلم يقول فيه: لا نحتاج إلى قراءة المخطط الأمريكي الإسرائيلي للتنجيم والدخول في متاهات سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة، ولا نحتاج حتى إلى انتظار عما ستسفر عنه هذه الجولة الجهنمية الجديدة من الحرب. يقول الكاتب: الشيء الذي سيعطي إسرائيل فرصة حقيقية للادعاء بالنصر هو أن لا تكون الحالة الوطنية الفلسطينية قادرة على إحباط هذه الخطط ولا تكون جاهزة في مواجهتها، خصوصا إذا بقيت حالة التصدي الميداني على نفس الوتيرة وبقيت فصائل المقاومة على نفس درجة القدرة على إيقاع الخسائر في صفوف قوات الغزو والاحتلال. ويقول الكاتب: هذه المعطيات هي الحاسمة في إحباط الخطط الصهيونية، وذلك لأن دولة الاحتلال تعرف أنها باتت محكومة بعدة عوامل لم يعد بإمكانها التغاضي عنها أكثر بعد الآن، ولعل هذه العوامل واضحة وبينة ولم تعد تحتاج إلى اجتهادات خاصة. إسرائيل تكذب على مجتمعها وتكذب على بعضها البعض وتكذب على العرب وعلى العالم من أن عامل الوقت لا يعنيها، وهي تعرف أنها تكذب، والمجتمع الإسرائيلي بما فيه المجتمع السياسي فيها والعرب والعالم يعلمون كلهم أن إسرائيل تكذب.
وإسرائيل تعرف أن كل هؤلاء يعرفون بأنها تكذب. ليس فقط هذا كله، وإنما تكذب إسرائيل عندما تتحدث عن حرب طويلة قد تمتد لعدة شهور، لأن المسألة تتعلق بعدة أسابيع. والحقيقة أن الأمر كله لن يتعدى أكثر من 3 أسابيع حسب عدة تقارير مقربة، وهي تقارير إسرائيلية مقربة جداً من الدوائر الخاصة في الإدارة الأمريكية. والآن ما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها الوضع القيادي الفلسطيني بالاستناد إلى كل المعطيات السابقة بهدف إحباط وتقويض المخططات الإسرائيلية؟ أولاً، أن تعلن حركة حماس ومنذ الآن أنها بصدد فتح حوار شامل مع حركة فتح بهدف الوصول في أسرع وقت ممكن لإقامة جبهة وطنية متحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على قواعد 3. أولاً، التوافق الوطني حيث أمكن وفي كل المجالات. ثانياً، الشراكة الوطنية الكاملة لكامل مرحلة التحرر الوطني. ثالثاً، أن تبقى الديمقراطية هي قاعدة الاحتكام للقرار الوطني وللمؤسسات الوطنية الجامعة. كان النهج الذي اتبعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع غزة بمثابة كارثة أخلاقية وسياسية، جعلت عودة ترامب إلى البيت الأبيض أكثر احتمالاً. فما الذي يمكن عمله حيال ذلك؟ ونشر موقع ذا نيشن تقريراً قال فيه إن أزمة غزة واستجابة إدارة بايدن لها أدت إلى تغيير كبير في ديناميكيات السياسة الأمريكية قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. فقد أصبح الآن هناك تحديان كبيران أساسيان في استراتيجية اليسار والاستراتيجية التقدمية. وأكد الموقع على أنه لا بد أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وفلسطين، سواء فيما يتعلق بالأولوية المباشرة اليوم، وهي أولوية وقف دائم لإطلاق النار، أو على المدى الطويل عندما يتعين وضع حد للعادة التي استمرت لعقود من الزمن والمتمثلة في إصدار شيك فارغ بقيمة مليار دولار لإسرائيل. اعتبر الموقع أن نهج بايدن تجاه غزة كان بمثابة كارثة أخلاقية وسياسية، حيث إن معانقة نتنياهو والتعهد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بمليارات الدولارات جعلا الولايات المتحدة والرئيس شخصياً بطلين للقتل الجماعي الإسرائيلي. ولقد أدى موقف بايدن إلى تنفير الدوائر الانتخابية الحاسمة في الائتلاف الذي أوصله إلى فوزه على ترامب في عام 2020، وكما حذر جيمس زوغبي في مقالته الصادرة في 8 من تشرين الثاني نوفمبر في هذه المجلة، يزعم بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين أن الأمريكيين العرب والملونين والناخبين الشباب التقدميين سوف ينسون قريباً خيبة أملهم ويصوتون في عام 2024 كما فعلوا في عام 2020. وهذا الموقف مهين ومحفوف بالمخاطر. ألا نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم.
وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تعد أيرلندا وفرنسا من بين كثير من الدول الأوروبية التي سجلت ارتفاعا حادا في حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال، في وقت تكافح الصين ارتفاعا غير مسبوق في مرض الجهاز التنفسي وفقا لصحيفة التليغراف. وجرى الإبلاغ عن ارتفاع في الميكوبلازما الرئوية، البكتيريا المسببة للعدوى، في أيرلندا وفرنسا وهولندا والدنمارك. وفي الدنمارك وفرنسا ارتفعت الإصابات إلى مستويات وبائية، حيث شهدت الدنمارك زيادة في الحالات بمقدار 3 أضعاف حتى الأسبوع الماضي. فرنسا أيضا تتصارع مع حالات العدوى على مستوى الوباء. وفي الوقت نفسه شهدت هولندا زيادة بنسبة 124% مقارنة بذروة العام الماضي. وفي الصين ملأت مجموعة من حالات العدوى المعروفة بالالتهاب الرئوي كثيرا من المستشفيات، ويعزى ذلك إلى رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة ارتفاع المرض الذي يصاحب عادة فصل الشتاء. وبرز المرض إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما تقدمت منظمة الصحة العالمية بطلب رسمي إلى الصين للحصول على مزيد من المعلومات حول تقارير عن التهاب رئوي غير مشخص في مستشفيات الأطفال ببكين واليونينغ وكذلك في مواقع أخرى. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. من العصور الأيوبية والفاطمية والعثمانية إلى العصر الحديث، هنا غزة. التكايا التي كانت يوماً عملاً خيرياً يخدم طلاب العلم والزوار ويقدم لهم الطعام في المدن الفلسطينية، صارت مع الحرب متكئاً للنازحين إلى جنوب غزة، حيث الجيوب والقدور فارغة والبطون أيضاً. هذه التكيات ليست تقليداً جديداً على المجتمع الفلسطيني، تقليد موسمي في مواسم رمضان وفي مواسم الأعياد وفي كثير من المناسبات، لكن اليوم باتت هذه التكيات واحدة من أهم أدوات ومعالم الصمود لدى المجتمع الفلسطيني. نتحدث عن مئات التكيات على طول المناطق الفلسطينية في غزة من الجنوب إلى الشمال داخل القطاع، وبالتالي نتحدث عن عائلات كبيرة بالآلاف ترتكن بشكل أساسي على ما تقدمه هذه التكيات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، نسب الفقر التي تتجاوز 70% ما قبل هذا العدوان، نسب البطالة التي تصل إلى 48% قبل هذا العدوان، وبالتالي في هذا العدوان نسب البطالة تفاقمت بشكل كبير جدا، نسب الفقر أيضا تفاقمت، تعطيل للعمل والعمال والمشاغل والمصانع والحياة التجارية والاقتصادية، وبالتالي أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة. على جمر النار يستأنس هؤلاء الجوع برائحة الطعام ودفء البخار المنبعث منها، علها تسكت قرقعة أمعائهم الفارغة بعد أن فرغت خيامهم من الغاز ومواد الطهي، فكان المتكأ تكية هنا أو طبق أرز هناك. أنا بستنى عشان أخذ رز للأولاد وجعانينهم الأطفال. فش ولا نار ولا حطب ولا إشي أصلاً، احنا فش عن غاز ولا كهرب ولا اش، بنولع عن النار فش ولا طحين ولا اش ولا سيرش، كمان وضعنا صعب الدار، وهينا بنستنى قاعدين لسه في الوجبه عشان ناخذها ونروح فيها الدار. ومع تزايد تدفق النازحين الى الجنوب ظهرت ازمه توفير الطعام للاسر النازحه، لذا انتشرت مبادرات خيرية يمولها الميسورون من أهل الخير ورجال أعمال عبر تدشين التكيات،
وهي وصف للمطبخ الذي يقدم الطعام للفقراء، ويسعى المشرفون على هذه التكايا إلى توفير ما تيسر من أصناف طعام متنوعة توزع على الخيام. حتى العدس سيد البقول أصبح شحيحاً في وقت الحرب وارتفع سعره. وجبة العدس لأنها سهلة الإعداد، تكلفتها مقدور عليها، وأيضاً بتمد معانا، بتغطي كميات كبيرة من الناس. الأصناف الأخرى من الطعام ما بتغطي كميات كبيرة، لذلك الوجبة اللي نعتمد عليها هي العدس، وتكلفة العدس أيضاً في الزياد، ولكن لازلنا إن شاء الله تعالى قادرين على التغطية، وربنا ييسر الأمر إن شاء الله. عملوا لنا عدس قبل يومين ولا قبل ثلاث أيام، والله يسلموا أيديهم، ونعمة نعمة نعمة، يعني إيش ما أجا نعمة، والله يصيرنا نأخذ من الزبالة، من الزبالة وصلت، والله وصلت الزبالة عشان نجيب لها الصغار. إيش ما هتسوي؟ نسأل الله أن يعجل بالفرج لأهلنا في غزة. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. نلتقيكم دائما وأنتم في أمان الله. إلى اللقاء.